تمام. طيب منطقة البطن بقى اللي عاملة مشكلة مشكلة عند الناس لمعظم كلها. الناس، يعني معظم الناس عندها المشكلة دي، ازاي نخسسها ونحافظ عليها، يعني نحافظ على المنطقة دي؟ بصي، مشكلة البطن يعني برضو على حسب الحالة. انت ممكن تجيلك سيدة كانت حامل وخلفت مرتين وثلاثة، خلفت مثلا بطريقة السيزيريان سكشن، فبالتالي هي بطنها بقى فيها ترهلات وفيها مشاكل كتيرة. فهو على حسب الحالة. بس أنا لو هقولك على شوية وقاية من إن أنا يحصل لي مشكلة في البطن، أول حاجة لازم أحافظ على قعدتي. في بعض الناس بيشتغلوا عدد ساعات طويلة على مكتب على لابتوب وبيقعد كتيرة، فبيقعد متني، فبالتالي بعد فترة يجيله ضعف في عضلات بطنه. لازم يقعد مشدود لازم كده. يقعد مشدود، ولو مش عارف يقعد مشدود بيشتري حاجات تساعده تتحط في الكرسي نفسه بحيث ان هو دايما يبقى فارد بطنه. في بعض الـ يعني الـ الاشاعات او الاراء ان اشربي ميه في وسط الاكل عادي، وفي ناس طلعت تضربت الاقوال وقالت لا الدكاتره بتقول كده ده غلط، احنا الميه داخله في كل التفاعلات الكيميائيه فبالتالي اشربها عادي. انا كدكتوره ومن خبرتي مع العيانين بقول لك لا، افصلي الاكل عن الشرب، يعني ما تاكليش وتشربي في نفس اللحظه، لا تاكلي وتشربي. فعايزه تشربي ميه اشربيها قبل الاكل، يعني عادة ان الواحد يشرب يشرب مية وهو خلال الاكل بياكل. دي لا انا يعني انا خاطئة. بقول لك هي في حاجات بتبقى بالخبره هو عامه. في اقوال بتقول ان هو علشان يعني يسد النفس عن الاكل يسد او النفس يبقى اشربها قبل الاكل مباشره فعلا، واستنى مثلا 10 دقايق وابتدي اكل، هلاقي نفسي ان انا مش قادره اكل، انا شربت ميه كفايه، فبقى عندي احساس يعني مضلل بان انا مش جعانه لان انا ماليه معدتي ميه.